السلام عليكم ورحمة الله. متكلم بعض مبارك مواليد 1980 روسو اسكن في كيلومتر 52 إلى 95 روسو طريق نواكشوط. كنت من ضمن مجموعة مكونة من 4 أشخاص دخلت الحدود السنغالية الموريتانية البارح، ووصلنا الحدود جانب الموريتاني حدود الساعة 4 الساعة 10 عفوا والساعة 10 من دخلنا تلفنا على رقم الخدمة الصحية 1155 واعتذروا لنا وتقدموا لنا اعتذار معين قالوا عنهم هم موجودين ولا بعيد وحالونا لخدمة الجندرمري الدرك واتصلنا عليها وحددنا لهم بلدنا وجاونا عند كانتين اللي في نهاية تنجربة من قبل الشهر وجاونا هم مشاو بينا جاو بينا الزقينا في الدشرة ومن جابوا الزبينة في الدشرة أولا وعقبوا وقفوا في دراج ركيز وصورونا على أسماءنا وكتبوا أسامنا وأسماء أبائنا وأمهاتنا وصورونا على قبائلنا كذلك وعن البلاد اللي ساكنين فيها سجلوا كامل وكتبوه وطوبوا جابوا بينا جولة في الدشرة مشاو بينا في ياسو مع بعض حدود الساحل كانوا قاعدوا لا يقطعونا منه حبوا عند قوم اللي فهم بحري ما تفاهموا معهم حتى والله ما ساعدوهم ذاك الهم عقبوا راجعوا بين ادراجهم في الجانب الشرقي وخاووا من غونسوليك ومشاو تقريبا حدود شو 30 كيلومتر شرق القوارب وتوفوا من جاو فهم نقطة حدودية ذاتي مع بعض حدودي عليه كثير مثلا فرقة من دماغي ظاهري عنهم وتوف قالوا لنا عن دخل الخوف الناتية وبداية قلنا لهم شو قاعدين قالوا لنا لا يتقيسوك الجانب السنغالي قلنا لهم قالوا لنا احنا عندنا تنسيق مع الجانب السنغالي ولا يتقيسوك الجانب السنغالي الشرطة لكم يحركون هيك وقطعنا الى الجانب السنغالي لحقناه بليدة خلوات توف ما فيه شيء يسوسو ما فيه حياة ولا فيه شيء شو من الغابات ولا الشجار وتوفى رجعنا بين انا نقوم الحوض رجعنا ومنين رجعنا لهم نقزنا واحد واحد بقى الواحد الاخير الثاني منا عقبوا باس بين الحوض وما باس قالوا عنهم لا يقطعونا واحد واحد وتوفى تموا تباكين معنا يعني عقب قطعونا واحد واحد وتونيت كاملنا على الجانب الجنوبي عرفنا على ذاك وتوفى واللي فيه الخير ان شاء الله وبتنا فما في المنطقه زقنا لنا فما عندك بريده غينا عريش فما تيكي شن قال لها عريش من الحشيش هذا تيكي والله هي غير مقفوله وبتنا قدامها وتوف دفاتنا وتوف بتنا فما فيها عدلنا ذاك الفيديو اللي قوي وتوف اصبحنا فهم المهم قيمنا جايين قيمنا صورنا وانا حو شنو قالها قريه شويه اي رحلان اكثر صورناهم ونعتونا بلاد المدينة دقانا وجيناها جيناها قبل تلقاونا الشرطة قبلنا هون عند البيت يوم نحن ودنا عندهم عدوا على الفرقة وتوفنا تعرضنا بينهم ومازالوا يكتبوا اقوالنا جابوا لنا فرقة صحية واعطونا كمامات وفحصونا الله يعطونا ذنب بعض ونشر ما في حساء وقالوا لنا تسعون ونعرف لك هذا بسم الله.